يشبه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز الالتزام بالمحكمة الدولية وبالقرارات الدولية بمسألة دفع الضرائب التي قد لا نوافق عليها لكننا ملزمون بتسديدها. ويليامز الذي يغادر لبنان بشكل نهائي عائدا إلى بلده بريطانيا في مهمة أخرى يبدو على ثقة تامة بأن الحكومة اللبنانية ستسدد ما عليها للمحكمة، كاشفا أن الاستحقاق هو في تشرين الثاني. لبنان لديه التزاماته وأنا متأكد أنه سينفذها، وإن لم يدفع لبنان المستحقات المالية المتوجبة عليه للمحكمة فسيكون ذلك صعبا جدا، لكنني على ثقة بأنه سيدفع ما عليه إذ ليس أمامه أي حل آخر. متمنيا أن لا يحصل أي اعتداء جديد على قوات اليونيفيل، محذرا من أن تكرار الأمر سيكون له تداعيات سلبية، شرح ويليامز أن قرار مغادرة القوات الدولية لا تتحكم به الأمم المتحدة بل يعود إلى الدول المشاركة بهذه القوات. لا أحد يستطيع أن يحصل على ضمانة تامة خصوصا عندما يتعلق الأمر بالإرهاب. هناك ضغوط كثيرة تمارس على الدول المشاركة في اليونيفيل عن جدوى إبقاء جنودها في لبنان، كما أن هناك أمرا آخر لست راضيا عنه وهو عدم توقيف أي من منفذي الاعتداءات على قوات اليونيفيل، وهذا أمر مراقب عن كثب في باريس وروما ومدريد والعواصم الأخرى التي أرسلت جنودها إلى الجنوب، وحكومات هذه الدول تريد أن ترى تحركا سريعا، وللأسف حتى الآن لم يحصل أي شيء من هذا القبيل. يعترف الممثل الشخصي للأمين العام بأن القرار 1701 طبق بجزء منه ولم يطبق جيدا في بنود أخرى، وهو إذ يعرب عن قلقه من الاختراقات الجوية الإسرائيلية المتكررة، يأمل أن يتم إيجاد حل لموضوع السلاح الخارج عن نطاق الدولة كما يقول. الدولة اللبنانية لها الحق بالتسلح كالبلدان الأخرى، لكن الأمر غير الاعتيادي في لبنان، ولربما هذه الحال هي الوحيدة في العالم، هي وجود جهة مسلحة، ومن الواضح أن هذه الجهة هي حزب الله وكذلك عدد من الميليشيات الفلسطينية. بالطبع هناك مشاكل مع قرية الغجر ومزارع شبعة، لكن لا يعيش في هذه المزارع إلا الخراف، ولا أظن أن ذلك يبرر وجود المقاومة المسلحة. بالطبع لا يزال هناك مخاوف تجاه إسرائيل، لكن ليس هناك أي احتلال إسرائيلي قائم، كما لم يعد هناك أي سجين لبناني في إسرائيل، وأعتقد أنه في المرحلة المقبلة سيكون هناك تقدم في هذا الشأن. ويختتم ويليامز مسؤولياته في لبنان بالدعوة إلى وضع حد للجرائم والأحداث الأمنية التي تحصل من دون أن يكشف فاعلها، مذكرا في هذا الإطار بالهجمات على اليونيفيل وبقضية خطف الأستونيين واختفاء المعارض السوري شبل العيسم من علي، متسائلا من المسؤول عن كل هذه الحوادث.